أما بعد عباد الله، موضوع خطبة اليوم: أبناؤكم يبثونكم بعض همومهم، ولطالما في غمرة الحياة ومشكلاتها وقضاياها تناسينا أو غفلنا عن كثير من الحقوق والواجبات، ولطالما استغرقتنا الحياة بقضاياها وتحدياتها الداخلية منها أو الخارجية، استغرقتنا فألهتنا أو أغفلتنا، ولطالما طالبنا بحقوقنا كآباء، وهذا ولا شك حقوق للآباء على الأبناء سطرها القرآن العظيم وأكدتها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن أيضا وفي المقابل في غمرة هذه الحياة وتحدياتها قد ينسى البعض منا أبسط الحقوق عليه، ومنها حقوق الأبناء على الآباء. في يوم من الأيام، كما تذكر بعض المصادر، يغضب معاوية رضي الله عنه على ولده يزيد لأمر ما، فيقول الأحنف بن قيس، وكان من الحلماء الحكماء: يا أمير المؤمنين، إنما أولادنا ثمرات قلوبنا وعماد ظهورنا، فنحن لهم سماء ظليلة وأرض ذليلة، فإن غضبوا فأرضهم، وإن سألوا فأعطهم، ولا تكن عليهم قفلا فيملوا حياتك ويتمنوا موتك. نعم، إذن أن نبحث كما نطالبهم بحقوقنا عليهم، أن نبحث ونعمل ونتعاون ونفكر ما لهم من حقوق علينا. أتى يوما، كما تذكر بعض المصادر، أتى رجل إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه يشكو له عقوق ولده، فيسأل عمر هذا الغلام: ما الذي يجعلك تكون عاقا لوالدك؟ قال: يا أمير المؤمنين، هل من حقوق على الوالد للولد؟ قال: نعم. قال: وما هي؟ قال: أن يحسن اختيار أمه، وأن يحسن تسميته، وأن يعلمه القرآن. قال: فإنه يا أمير المؤمنين لم يحسن اختيار أمي، وذكر من شأنها، وإنه سماني جعلا، نوع من أنواع الدواب الصغيرة، وإنه سماني جعلا ولم يعلمني الكتاب ولا القرآن. قال: هذا قد عققت ولدك قبل أن يعقك. ربما انصرف ذهن البعض عندما نتكلم عن حقوق الأبناء تجاه آبائهم أو على آبائهم، ربما انصرف ذهن البعض إلى قضايا حياتية وقضايا مادية وقضايا معيشية، وهذه لا شك أيضا جزء من الهموم الكبيرة والخطيرة والمهمة، لأنه إذا لم يحسن التعامل معها أيضا فإنها قد تؤدي إلى وبال خطير في المجتمع، وقد تؤدي إلى كثير من المفاسد، وقد تكون سببا في انصراف أو انحراف الأبناء أيضا. فالأمور كلها مرتبط بعضه مع بعض، ولكن أيضا أن يكون هم الوالد كيف يقوم بحق أبنائه تربية إيمانية، وكيف يسلمهم الطريق ليوصلهم إلى جنة عرضها السماوات والأرض، كيف ينقذهم
من النار. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد. قوا أنفسكم وأهليكم. ولم يجعل المسؤولية فقط تجاه نفسك، بل أنت إذن مسؤول، بل نحن جميعا مسؤولون عن أنفسنا وعن أبنائنا وعن زوجاتنا وعن أهلنا ومن يلوذ بنا ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجار. هنا تجد البعض يأتيك يشكو أمورا من بعض أبنائه، فجأة يقول لك اكتشفت أن ابني يدخن، أو اكتشفت أن ابني يضيع وقته مع صحبة سيئة، أو اكتشفت أن ابني فاشل في دراسته، أو اكتشفت أنه لا طموحات له وأنه يعيش حالة من الفراغ القاتل، أو أنه ويعدد لك بعض ما يحدث، أو أنه يضيع وقته على التلفاز والنت وغير ذلك من الأمور التي لا تسمن ولا تغني من جوع. وعندما تبحث في الأمر قد تجد أن إهمالا ما قد وقع تجاه بعض الآباء تجاه أبنائهم. لذلك يحذر المربون من الإهمال ابتداء، وأنه أحيانا مما يكون سببا في النجاح، بل كثيرا ما يكون سببا في نجاح هذا الوالد في الأخذ بيد أبنائه نحو الصلاح والسداد والخير والنجاح والفلاح عند الله أولا وقطعا، دون أن يكون في ذلك إهمال لما يجب أن يكون موقفه تجاه أبنائه في حياتهم المعيشية والمادية واليومية وغيرها. فإن من أسباب نجاح ذلك أن لا يكون إهمال في صغر. لذلك كما قال بعضهم معبرا عن هذا الموقف: ليس اليتيم من انتهى أبواه من هم الحياة وخلفاه ذليلا، إن اليتيم هو الذي تلقى له أما تخلت أو أبا مشغولا. ثم بعد أن يشتد عود هذا الطفل أو هذا الولد يأتي ويريد أن يربي، وقطعا التربية دائما ممكنة، وقطعا التربية لا تقف عند سن معين، وقطعا لا يجوز للإنسان أن يسأم من إمكانية الإصلاح والصلاح. ولذلك نجد أن أكثر أو كثيرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلموا ودخلوا في الإسلام وهم في سن متقدمة. إذن لا ييأس الإنسان من الصلاح والإصلاح مهما كان السن، لكن بمقدار ما يتفاعل مع أبنائه في صغرهم يكون ذلك أضمن في مستقبلهم. كما قال بعضهم: قد ينفع الأدب الأولاد في صغر وليس ينفعهم من بعده أدب. لا نقول معه ليس ينفعهم من بعده أدب، بل إن شاء الله ينفعهم ما دام صلحت النوايا وحرص الإنسان وتوجه إلى الله سبحانه وتعالى. لكن هم من نظرياتهم، وهذا صحيح من جانب، أنه بمقدار ما يكون التفاعل مع الأبناء في تربيتهم والاهتمام والعناية بهم في صغرهم أنت تضمن مستقبلهم. ولذلك قال في هذا: وإن الغصون إذا عدلت اعتدلت ولا يلين ولو لينته الخشب. لا شك هذه جانب من الجوانب التي ربما يبثنا أبناؤنا همومهم تجاهها، ما هي استشعارنا لمسؤولياتنا تجاههم، إن في شؤون دينية تربوية إيمانية أو في شؤون أخروية. وأمر آخر لا يقل أهمية عن ذلك: كم نحاول أن نفهم أبناءنا وأن نتفهمهم، وإذا حصل هذا الفهم والتفهم لهم ربما أوجدنا جسور الثقة فيما بيننا وبينهم، وربما حسن الحوار فيما بيننا وبينهم، ومن ثم حسنت العلاقة فيما بيننا وبينهم، ثم حسن التأثير فيما بيننا وبينهم. لذلك تروى قصة في هذا الصدد أن طفلا يافعا قد تأخر يوما عن والده بعد عودته من مدرسته، فلم يعد ينشغل بطبيعة الحال بال والده أين ذهب هذا الغلام، ويتأخر إلى ما بعد الغروب. فإذا ما جاء هذا الغلام بدأت القدرات العضلية من أب، من هذا الأب،
تجاه ولده فانهال عليه ضربا وشتما. فما إن انتهى من ضربه وشتمه أين كنت؟ هكذا السؤال بعد العقاب، أين كنت؟ ليكتشف أن الولد كان في مساعدة لصديقه في قطاف الزيتون، إذن هو كان في عمل خير، في عمل طيب وبقصد حسن، وهو لم يقصد أي إساءة في هذا الأمر، وكطفل غفل عن قضية الاستئذان والإعلام يندم الوالد بعد ذلك. إذن قبل أن تسأل أو قبل أن تنهال بقدراتك العضلية عليه، هل كان السؤال من قبل؟ ما فائدة أن يكون السؤال بعد أن كانت العقوبة أين كنت، وتكتشف أنه كان في عمل يستحق أن يكافأ عليه وأن ينبه إلى ما كان منه من تقصير تجاه قضية الاستئذان والإعلام. هذه مجرد حادثة تروى، أنه هل يوجد هذا التفهم والتفاهم والتفاعل والحوار والتواصل بين الآباء والأبناء؟ لعلنا نعذرهم في كثير من الأمور، ولعلنا نستطيع أن نوصل جثور الثقة فيما بيننا وبينهم. لذلك لا أريد أن أقف فقط في الجوانب السلبية في هذا الجانب، إنما نريد أن كيف نلتفت إلى سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، في أن نأخذ نماذج التربية الأرقى منه صلى الله عليه وسلم، وكيف تعامل مع هؤلاء الأبناء، وكيف تعامل مع هؤلاء الشباب صلى الله عليه وسلم، وكيف استمع إلى همومهم، وكيف استمع إلى مشكلاتهم، وكيف صاغهم وصاغ عقولهم وصاغ قلوبهم صلى الله عليه وسلم، وكيف أسلمت القلوب قيادها بعد ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف لم يترك ذا هم ولا ذا غم ولا ذا مشكلة صلى الله عليه وسلم. لذلك لو أخذنا في موقفنا هذا طرفا من سيرة أنس رضي الله عنه، وقد جاءت أمه به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الطفل الذي لم يتجاوز 10 سنين، الطفل منهم تظنه رجلا في حسن التربية وحسن الإعداد وحسن التطلعات وحسن الامتثال وحسن الطاعة وحسن الفهم والتفهم، لكن أيضا كيف تعامل أولئك المربون وقدوتهم صلى الله عليه وسلم مع هؤلاء. تقول أم أنس: ما بقي أحد في المدينة إلا وقد أتحفك تحفة يا رسول الله، وليس عندي ما أتحفك به إلا ولدي أنس، فاجعله أو فاتخذه خادما يرضى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما أعظمها من تحفة، وما أبعد نظر أم أنس في أن تختار ولدها خادما لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ليكون له شفيعا له يوم القيامة، ليكون تحت نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليكون تحت تربية رسول الله صلى الله عليه وسلم المباشرة. وهنا أيضا هذا يلفت نظرنا، أي بيئة نختار لأبنائنا؟ أي مربين نختار لأبنائنا؟ أي مدارس نختار لأبنائنا؟ أي مصادر تعلم وتعليم نختاره لأبنائنا؟ يبش رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنس ويفرح به ويؤانس أنسا رضي الله عنه، حتى كان من أنس أن استشعر هذه العلاقة الخاصة التي نشأت بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد رأى من عظيم آثاره وعظيم تربيته عليه الصلاة والسلام، حتى قال في ذلك: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وأوفرهم حنانا وأرحبهم صدرا، ما شممت مسكا ولا عنبرا أطيب من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما مست حريرا ولا ديباجا ألين من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو في ذلك يحدثك عن نوع التعامل الذي كان يتعامله رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أنس، وهو كالولد عنده عليه الصلاة والسلام، حتى يقول أنس: والله خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي لشيء فعلته لما فعلته.
ولا لشيء تركته لما تركته. قطعا هذا لا يعني عدم المحاسبة ولا يعني عدم المسؤولية، وإن كان يدلنا على نباهة أنس من جهة رضي الله عنه، لكن أيضا يلفت نظرنا إلى الأسلوب الذي كان يتعامل به رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أنس. إذا الأمر لا يحتاج إلى تنبيه مباشر فلا يكون تنبيها مباشرا، وإذا كان الأمر يمكن أن تعالجه من خلال موعظة عامة فلتكن موعظة عامة، وإذا كان الأمر يمكن أن يعالج بأسلوب من الأساليب التي هي ألطف من غيرها فنبحث عن هذا الأسلوب الألطف في التعامل مع هذه الحالة أو تلك. لذلك يقول أنس: أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما في حاجة، فذهبت فأخذت ألعب مع الصبيان، فلحق بي رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا بيده على كتفي صلى الله عليه وسلم وهو يبتسم. ماذا فعلت يا أنس؟ قال أنس: الآن أمضي يا رسول الله. وهكذا تمضي الأمور بين أنس ورسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يترك ميدانا أو مجالا يمكن أن يوصل له خيرا إلا ويفعله عليه الصلاة والسلام. لذلك كان من وصاياه التي يعتز بها أنس ويكررها ويرددها أنس: يا بني، طالما خاطبه بهذا الخطاب يا بني، أو ربما تلطف معه يا أنيس، إن قدرت أن تمسي وتصبح وليس في قلبك غش لأحد فافعل، فإن ذلك من سنتي، ومن أحيا سنتي فقد أحبني، ومن أحبني كان معي في الجنة. يا بني، إذا دخلت على أهلك فسلم عليهم، يكن بركة عليك وعلى أهلك. هذا بعض حال رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أنس. لذلك هذا الشوق وهذا الحب وهذا التعلق الذي نشأ بين أنس رضي الله عنه ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستغرب. وقطعا نحن نتكلم عن القدوة الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن كيف يمكن أن يستثمر الإنسان أي موقف من مواقفه عليه الصلاة والسلام في التربية أو في غيرها، في التعامل مع الأبناء وهمومهم ومشكلاتهم؟ حصل هذا التعلق وهذا الحب الأعظم بين أنس رضي الله عنه ورسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يكافئ أنس بدعوات فيدعو له بطول العمر وسعة الرزق وكثرة الأولاد، تعبيرا عن هذا الحب والتفاعل وبعض المكافأة لأنس على ما كان منه تجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن أن يوجد منا هذا التحفيز وهذا الاهتمام وهذا التبادل فيما بيننا وبين همومي وقضايا وحالاتي وأوضاع أبنائنا أمر مهم في توثيق عرى الثقة فيما بيننا والاهتمام فيما بيننا. فوجدنا أنس يذكر يومين لا ينساهما في حياته أبدا، فيقول يومان لا يشبههما شيء: يوم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء، ويوم أن قبض عليه الصلاة والسلام أظلم منها كل شيء. هذا الشعور حقيقة استشعره أنس في قلبه، فقد أعز الناس إليه، أحب الناس إليه، أعظم إنسان في الوجود محمد صلى الله عليه وسلم، وهو يستذكر تلك اللحظات التي ودع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمنين، إذ كشف الستارة يوم الاثنين من فجر يوم الاثنين، والمسلمون يصلون الفجر خلف أبي بكر الصديق، فيبتسم صلى الله عليه وسلم وقد اطمأن أنه ترك المسلمين على الجادة، وأن المسلمين من بعدهم آخذون بهذا الدين العظيم، محافظون على دينهم وعلى صلواتهم وعلى عباداتهم وعلى جماعاتهم بإمامة أبي بكر الصديق رضي الله عنه. فشع نوره في المسجد حتى اضطرب بعض الصحابة في صلاته، يقول أنس واصفا تلك اللحظة: فكأن وجهه الشريف صلى الله عليه وسلم ورقة مصحف
أي من تهلل أساريره ونوره صلى الله عليه وسلم، فيقول: ما رأينا منظرا أعجب من ذلك، ما رأينا منظرا أعجب من منظر وجهه صلى الله عليه وسلم إلا يوم أن واريناه التراب. أي فكان كذلك صلى الله عليه وسلم، هذا النور الذي يشع في القلوب صلى الله عليه وسلم. إذن عندما يتوجه الآباء إلى الاقتداء بسيرة النبي عليه الصلاة والسلام ويعيشون مع سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف كانت مواقفه في كل شيء عليه الصلاة والسلام، ومنها كيف كانت مواقفه في تعامله مع الأبناء أو مع الشباب، وكيف كان يتحسس المشكلات والهموم، لا شك أن هذه الأرواح ترتقي، وهذا الإيمان يعمر القلوب، وهذه العلاقات تصحح على حب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم والتطلع إلى اليوم الآخر. قطعا لا تنتهي القضايا ولا تنتهي المشكلات عند هذا الحدود فيما يبثنا أبناؤنا من همومهم تجاه ما يجب لهم علينا في الواقع. نعم، لا تنتهي هموم وقضايا مشكلات أبنائنا عند هذا الحد. هنالك من يأتينا من الشباب، وأنا الآن أنقل بعض ما أسمع من بعضهم، يقول لك: أدرك الشباب، أدرك الأبناء. تقول بعضهم: تتفشى ظاهرة الإلحاد بين بعضهم، يعني الإعراض عن كل شيء له علاقة بدين، الإعراض عن كل شيء له علاقة بإسلام، الإعراض عن كل شيء له علاقة بجنة أو نار. أدركوهم. لماذا؟ يقول لك: ما إن ينشأ هذا الشاب حتى يصطدم بواقع الحياة، إن في هموم الدراسة وتحصيلها، وكثير ما قد لا يجد من يعينه في ذلك، إن في هموم العمل من بعد ذلك، إن في هموم الزواج، إن في هموم السكن، إن في هموم تحديات الحياة المختلفة. إذا أراد أن يسير الجادة والطريق الصحيح يجد المضايقات ويجد التقصير ويجد اللامبالاة ويجد ما يجد مما يعترض طريقه، وإن أراد أن ينصرف نحو الحرام والإفساد والفساد يجد الطرق مشرعة لذلك، ميسرة سبلها في ذلك. ثم هو لا يستشعر هذا التراحم ولا هذا التكافل ولا هذا التعاون، على الأقل بعضه، ربما بعضهم يصور تجربة مر بها، لكننا نسمع هذا يتردد من بعضهم في حالات عدة على الأقل، فهو لا يجد هذا التراحم ولا هذا التكافل ولا هذا التعاون. ثم هو بعد ذلك ينظر في أحوال الأمة التي تنتسب إلى الإسلام وإلى محمد صلى الله عليه وسلم فيجدها من أغنى الأمم، فلماذا شبابها يعيشون هذه الحالة من التعاسة، ولماذا أموالها تبذر يمينا وشمالا، تارة فجورا وتارة ترفا وتارة عبثا وتارة سفاهة وتارة تبعية، ونحن نتكلم عن واقع عربي عام وليس يخص ذلك بلدا أو فئة من الناس دون فئة أخرى. لماذا يجد إذا ما اتجه نحو الباطل وتخلى عن مبادئه وعن قيمه وسار في طريق نفاق اجتماعي أو سياسي ربما أتيحت له السبل، لماذا لا تكون الكفاءة هي المعيار الذي على أساسه يتم تقدم هذا الإنسان في الحياة، بل نجد أنه تسيطر قضايا من المحسوبية والواسطة. هكذا يحدثكم بعض الأبناء عن همومهم وعن مشكلاتهم، فإذا جئت بعد ذلك تحاول أن تصل إلى قلوبهم فتذكرهم بما هو أعظم من الدنيا، وأن هذه المشكلات يمكن أن تتلاشى في ظل الإيمان وفي ظل الثقة بالله سبحانه وتعالى وفي ظل العمل والأخذ بالأسباب مع التوكل على الله سبحانه وتعالى، وتذكرهم بما أعد الله سبحانه وتعالى للصابرين. ربما وجدت بعضهم قلبه مغلقا عن أن يسمع شيئا من ذلك، لأن الواقع في كثير من الأحوال ربما حدثه عن شيء غير ذلك. هذه بعض الهموم، بعض المشكلات، بعض القضايا. إذن نحن أمام مشكلات
عويصة تجاه شبابنا تجاه أبنائنا، لا شك هنالك حالات رائعة من الإيمان، ولا شك أن هنالك حالات عظيمة من القدوات من بعض الآباء جزاهم الله خيرا، إذ ينصرفون إلى تربية أبنائهم، إلى العناية بهم، إلى البحث عن مربين لهم، إلى تذكيرهم بالله، إلى أخذهم بأيديهم إلى بيوت الله سبحانه وتعالى ليعمرها. حالات عظيمة كثيرة لا شك. لا ننظر دائما إلى الحالة السوداوية القاتمة في هذا الأمر، لكن أيضا من واجبنا إذا ما سمعنا بعض الهموم والمشكلات ألا نغض طرفا عنها. من أبسط الأمور، آتي أحيانا إلى الصلاة فأجد بعض الأبناء يلعبون أمام المسجد، لو كان هذا الأب أكثر اهتماما فيأخذ بيد ولده ليجلسه بجانبه إلى المسجد، لا يتركه يلعب. ربما أثناء الخطبة الآن بعض الأبناء يلعبون، وهذا يحصل وهذا رؤية على سبيل المثال للحصر، وهو مثال ربما يكون بسيطا في نظر البعض. أو نرى الأبناء وقت الصلوات وهم في ساحة الملعب في المسجد يلعبون ويتصايحون ولا أحد يلتفت إليهم من أولياء أمورهم. هذا نموذج من الإهمال الذي قد يقع من البعض، ثم تتفاقم المشكلات بعد ذلك، ثم بعد ذلك يصطدم بواقع الحياة ومشكلاتها. إذن مسؤوليات كثيرة تقع على أولياء الأمور، وقطعا كثير كثير من هذه المشكلات ليست فقط محصورة بأولياء الأمور، هي مسؤولية المجتمع ككل بكل مؤسساته وكياناته ومخططاته ومسؤوليه. لا شك أنهم مسؤولية إذن في أعناقنا أمام الله سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا.